أي وحدي غريبة؟ لا هو هيجي كل الوقت اللي مروني وحدي بالبيت اللي يغطي لوعتي ويخفي بجدران على الناس دموعي وانت بعيد اي بعيد بعيد واني انا انتظر اي انتظر يعني شلون هسه جايه وراح انتظر بس انتظار عن انتظار يختلف اي قبل من جنت انتظر اعرف انت جاي يمكن تطول بالغير ومرات تنسى تتصل وتطمني بس وين تروح رح تيجي الزعل شقد ما يطول بيناتنا لازم يروح وانت تتمشى داخل البيت وانت تعاينني بطرف عينك وتطبق الباب بقوة حتى تغيظني وتاخذ المخده وتروح تنام بالهول واني ابقى وحدي بغرفة النوم اخ يا بذات بس وين تروح؟ راح تيجي اي تيجي الزعل شقد ما يطول بيننا لازم يروح وانت تيجي حجاية مني سؤال مني نظرة منك التفاتة مني ونقعد سوي على صينية الزاد وبحجة الزاد ايدك تلامس ايدي تبطك وانت تعاينني بطرف عينك طيب الاكل واللي طابخه طيب لا مو بس طيب حلو هاك عيني هاك اكل هاي اللقمه من يدي بالعافيه نزول عليك طيبه ما دام من يدك ماكو ألذ منها حياتنا على قلة ما بيها حلوة يجمعنا مكان وتجمعنا وسادة وترفرف بقلوبنا همسانة وتوشوش وترفرف بقلوبنا همسانة والكركرة تخلينا نغص وراها لما البلد مثل ماي وتسرب من بين اليدين ما لحالها تبعثرت انقلب عليها سافلها الناس دارت بالشوارع ناس تشيل وناس تحط وناس تدافع وناس تحفظ وناس تستر صارت روحاتك جياتك قليلة والضحكة فارقت وجهك وعيونك ذبلها حزن
ما شايفت بيها قبل. رحت؟ رحت وقالوا راح ترد. أنا جيت عيوني، أنا جيت حتى أتلقاك. شلونك؟ شلونها ضحكتك؟ وعيونك اللي ذبلها الحزن وانت تعايني بطرف نعسان. أني؟ أني باقية؟ إيه باقية؟ أني باقية أنتظر جيتك؟ عبالك عوفك؟ لا ما عوفك، باقية أنتظر جيتك، باقية، إيه باقية أنتظر جيتك؟ إيه أنتظر وخلي الصبح يصبح.
صعب. زين قولي وهذا اللي راح نسويه يصير صدق؟ اغلب اللي ترديه من كل قلبك شوف هو راح يصير. يعني نزلهم رغيف الخبز بالماء؟ رغيف الخبز رسولنا لكم. زين هم راح يعرفون هذا الرغيف راجع لنا؟ شاور الرغيف ودزيه هم راح يعرفون. شاور شكل شاورتي ايش قلتي له؟ قلت له روح لفلان ابن فلان وقل له ننتظر تعال اذا زعلان انا والله اعتذر واذا غلطان انا اسامحك اذا مليت ودحت عيونك انا اصبر واذا حزنان دون عينك والله اشيل عنك همك ووجعك تعال فدوى اروح لك تعال والله حياتي بني ضحكتك صارت عذاب يطحن ساعاتي ويحفر بروحي تعال يلا قومي يلا قومي يلا وين الشمع يلا حبابة يلا يلا حبيبتي الشمع
قال، بس أول مرة لازم ندز الرغيف في الماء وبعدين نشعل الشمع حتى نضوي الدرب حبيبتي. يلا يلا دز الرغيف وضوي الدرب. يلا يلا حفاظك. Thank you.
بس احنا بقرارة ارواحنا نعرف الوهم. قولوا لي من هذا اللي ننتظره وراح يجي؟ لا انت ليش جاي هنا؟ ها؟ ليش جاي هنا؟ ليش؟ ليش جاي هنا؟ ليش حتى اقدر اواصل حياتي بهذا الوهم؟ وحياتنا احنا عبالي سهلة؟ عبالش نقدر نمسح آلامنا بقطعة سودة وشوية دمع وننسى؟ ها؟ وهاي شوفي شتي دينا أقول لها وهي تأمل؟ أقول لها تنسى؟ تهدى؟ تسكن؟ تمسح من عقلها كل ذكرى وكل حنية وكل دفو؟ لأن راح بعد ما يرجع ما راح تشوفك ولازم ترجع لبيت خالي من اللي تحبه. يعني شتي فهمي؟ أعطي الأمل مورد وقلبها. أريد من هذا الوهم اللي يشبه ثيابك بين لك من إيدي. أريد ما دام مش روحي ببرودة أمل. أريد الانتظار والصبر. ننتظر؟ مين انت؟
انتظر بس مو العمر كله. هو شنو ضمانات العمر حتى ننتظر للانتظار؟ أنا أريد هسه يجي. ما أريد باكر أفتح عيني على بيت خالي من وجوده. ما أنت بلاقي صوته. معتل من غير ضحكته. أريده يكون يمي. لا حد يعلمني مكاني هو. Yeah.